ولاد الحرام مشاو خدامنا نفاو مالكنا وبعدوا علينا ومنعوا علينا حتى صلاة العيد ملحق هادشي كلو راه ما يمكنش نبدلو مواقفنا ولا نغيروا الخطة ديالنا حتى تحقق أمل الأمة في الحرية والاستقلال ويرجع مالكنا بالهمة والشان مرفوع الرأس. سمعوا الاخوان، قرارات الحزب واضحه، ودابا داز وقت التوازن والانضباط والاضرابات. دابا جا وقت العمليات الانتحاريه. ومهمتنا هو الطعن والقتل وتصفية الخونة وتصفية رموز الاستعمار. خصنا نكبدوا الاستعمار أكبر خسارة ممكنة. الاستعمار Thank you.
ليلتي الوداع انا عارف انا ما بدات نعرف شكون هو نعرف منيش ابوه كيقولوا عليه قضى حياته كلها بس بيطالي ما عطيها غير التنفيحه امي ما كيعرف لا يقرا ولا يكتب وكيقولوا عليه باللي في عمره كثر من 75 عام وفوت كثير هاد الايام على الرباط وجايه من جميع انحاء المغرب باش تجدد البيعة للملك وشحال من عريضة وكل عريضة فيها آلاف التوقيعات المساندة محمد بن يوسف ما خصش اللطيف يوقف في المساجد حتى يمشي عندنا هاد المعرفة في حالته وراه المغرب كله بدا كيتحرك هادي راه بداية النهاية المغرب كله هايج حتى هاد الهيجة اللي كيبان لك راه من تنظيم الحزب من التعليمات اللي عطات القياده الى الدفاع محمد بن يوسف الناس تنوض بوحده كل على قد جهده بالخناجر بالهرابات بالبنادق كله وعلى تشقد على الاقل التخويف والاستعمار والخلايا شكون اللي مسيرها الخلايا الفدائيه عملها سري ومهمتها انتحارية وهي منظمة بجميع الأحياء ومن اختصاصها خطف السلاح للبوليس والعسكر وتوزيع المنشورات الله ينصر الحق على الباطل آمين 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 لا أنا ما نجمش نجي وحدي راهم حاطين عليا في كل بلاصة رسلوا لي العسا والطوموبيل حتى الباب ها لا ما بيان سور نخاف علاش ما نخافش ما ميتوا ما بلاص مون فيو لا 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 ما فاتور ما نحديها من قربها نو جو با لا توشي بالك يكونوا حاطين فيها قنبله صاحبي راكم شفتوا شحال من طوموبيله فرقعوها هاد الايام بون دابا ربع ساعة داكوغ كل مرات طاش وقع شا ملك يجي ملك ما تكلمش على ملكنا بهاد قلك الاداب هذاك ملك المغاربه كلهم وملكي حتى انا كنكرهك دابا عاد عرفتك على حقيقتك الخائن مهما كان انت مراتي لازم تكون معايا وفي جندي فهمت تفرق معايا قلت لك انا كنكرهك الخائن شوف إلا عاود سبيتي مرة أخرى لأن ربي كصفية سير ربي راسك البياح شوف إلا عاودتيها راني قتلك فهمت راني قتلك نحيك ونحيك ليك فهمت زعما تقدر تجي أنا كنت قاسح معاها أصل واحد ينسى هاد الماضي يا رب عاوني نتغلب عليه ونساه ونمحيه من بالي
عزيز مسكين كانت غير ضحية الخونة ولاد الحرام. الوطن كله كان ضحية. الاستقلال هو اللي غادي ينسينا في الذكريات الخايبة وهدو اللي عايشين فيه. جيسي في الحقيقة غير عطيتك الكلمة وما ما كنتش غادي نجي. علاش كتقولي هاد الكلام؟ علاش درتي معايا في هاد الخلا؟ شنو اختي منو؟ بلا ما سبت لها ترى جاوبني، علاش درتي معايا في هاد الخلا؟ باش ما يشوفنا حد. ياك رغبتك هادي رغبة ديالك انت ماشي ديالي انا. انت ما تتفضلش الناس يشوفوك مع وحده بحالي. واخا عفا الله الماضي ديالي دايما غادي يبقى ست بيني وبينك. عزيزة اعاونيني اعاونيني بس ننسى. عزيزة انا كنبغيك، انا عارفك بلي انت نقية وبنت معقولة وبنت الناس وبلي الاستعمار هو اللي وسخك ووسخ بزاف الناس ووسخ كاع هاد الارض. من الاحسن عزوز ما نمشيوش بيه. الناس كلهم تيقولوا بان الاستقلال اليوم ولا غدا، وانتم الوطنيين غادي تولي عندكم الكلمة والقيمة، وديك الساعة غادي نولي كنحشم بيك. حشومة عليك تقولي هاد الهضرة، حشومة عليك، حشومة عليك تقولي لي هاد الكلام. إلا كنت وطني من أجل الوطن، أنا ما عمري فكرت باش نتخلص أو تكون عندي أجرة على هاد الخدمة اللي كندير. والربح اللي غادي نربحو هو أن الاستقلال إلا مشى تطهر البلاد من الاحتلال غادي يطهر تقلبنا. وكوني متأكدة ان شاء الله غادي نتولدوا من جديد. نمشي الحال خصنا نمشي. عزيزة قبل ما تمشي توعديني تكوني ليا. كل شيء بين يديك يا عزوز. نسيتي الماضي ديالي ان شاء الله غادي نكون لك المراه اللي تخدمك وتطيعك وتعطيك ذريه صالحه. صبر صبر على الناس، صبر 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 رجع الله بنيتي صبر. صافي 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 ها هو دابا يجي. صافي صافي دابا هاد الشيء ولي غير منامة، حتى حاجة ما تبقى عندك. البكرة ديما هكا يا امي ما بقى له والو ويجي راه قبيله مشى. لا لا صبري ما كاين اللي كيولد ولده في العام وتبارك الله في الصيح ما عنده حتى شي حاجه. وي انا غايبه امي. ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما عندك منين تخافي، غير صبري صبري صافي صافي. غنموت امي. لا لا ما غتموت. بلاك يصدر منك اي شيء من وراي. ها راني قلت لك ونحيت ليكتك. هه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 ه
ما تخيلش راه مزيان جبتي عندنا هنا لان هنا كاين الطبيب. Félicitations, monsieur. Un bon bébé vous a. Merci. Merci beaucoup. Et on parle comme ça. Oui, très bien. Un beau bébé. Mais... شو تعمل هنا؟ Hey!
بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Allah.
الوفي النبيل، نوجه لك هذا النداء لنعبر لك عما يخالجنا من فرح عظيم لمناسبة رجوعنا لوطننا العزيز بعدما قضينا أكثر من عامين في المنفى، وقد كنا وإياك في المحنة سواء طيلة هذه الغربة. نشاطرك آلامك ونقاسبك آمالك، وكانت الروابط التي تجمعنا بك متينة، فلا الأيام ولا بعد المسافات استطاعت أن تنال من ذلك الاتحاد الروحي الذي كان عونا لنا على تحمل الآلام والحنين إلى الأوطان، والذي جعلنا لم نيأس قط من حسن العاقبة والمصير، واستخلصنا من هذه الشدائد عبرة جمة سنسير على ضوئها في عملنا في الحاضر والمستقبل. وها نحن نتأهب للعود إلى عزيز الأوطان، وقد انقسعت السحب وقوية الآمال. الحمد لله من بعد هذا المحاين جا الفراش.